برحب بحضراتكم مرة تانية، وكنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة أنه قد إيه في اهتمام عالمي من الصحف العالمية طبعا بمباراة القرن، مباراة الأهلي والزمالك. دي حاجة الحقيقة بتخلينا عايزين فعلا نطلع بأحسن شكل ممكن لينا. أنا بتكلم على اسم مصر، مش بتكلم على أهلي ولا زمالك. يمكن كنت بقرأ امبارح على البي بي سي سبورت أنه مكتوب كده في العنوان: الأهلي والزمالك بيصنعوا التاريخ. ودي حاجة كبيرة لينا. كان الكلام كله عن قد ايه انه دي مباراة القرن، نهائي القرن في افريقيا، انه الاهلي والزمالك فريقين كبار جدا، هم الاكبر في افريقيا وكمان الغريمين التقليديين طبعا في مصر. وكان الكلام يا احمد انه الاستاد بالرغم ان ساعته 74 الف متفرج، ولكن هو بدون جماهير طبعا بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهيكون المباراة تحت شعار لا للتعصب. وكمان كانوا طبعا يعني مسلطين الضوء قوي على انه موسيماني بيسعى لتحقيق الثنائيه مع فريقين مختلفين، ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا مع فريقين مختلفين ويكون ثالث مدرب في التاريخ يعمل ده بعد الارجنتيني اوسكار فيلون. وطبعا المصري كابتن محمود الجوهري كسب دوري ابطال افريقيا مره مع الاهلي ومره مع الزمالك. نامل ده، ونامل ان هي تكون الثانيه لموسيماني. طبعا يعني انا بس لفت نظري فكره الناديين وتاريخهم، وان هم الحقيقه اتنين من اكبر انديه القاره. احنا سايبين مساحه القاره كلها وبتتكلمي تقريبا على مساحه خمسه عشره بالكثير كيلومتر مربع بيقع فيها المقرات، مقر نادي الاهلي ومقر نادي الزمالك، الاثنين اللي مسيطرين ومحققين ارقام قياسيه كبيره جدا على مستوى القاره الافريقيه. نتمنى ان شاء الله انها تكون التاسعه وينفرد الاهلي برقم اعتقد انه هيكون صعب تحقيقه او كسره على اقل بنتكلم في 20 30 سنه جايه، وان شاء الله يستمر الاهلي في تحقيق الارقام القياسيه. خليني اقول لحضراتكم، لانه الناس النهارده بتتكلم وعلامات الاستفهام الكتيره جدا، مستر موسيماني هيلعب ازاي وتشكيل النادي الاهلي هيكون مين. يعني خليني اقول لحضراتكم التشكيل اللي بنسبه كبيره جدا واحتمال ده الاهلي يبتدي بيه فعلا المتوقع للمباراه، هيكون طبعا الشناوي ان شاء الله، سوبر شناوي في حراسه المرمى، هيكون معاه في خط الظهر محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وعلي معلول، قدامهم هيكون عمرو السوليه وحمدي فتحي، معاهم هيكون حسين الشحات، قفشه، جونيور اجاييه، ومروان محسن ان شاء الله هيكون في الهجوم. كلام كتير على مفاجات، يعني في ناس كتير يا ساره بتتكلم هل من فريقين يا احمد مش من فريق واحد، يعني دايما في كلام ان هيبقى في مفاجات في التشكيلتين. طبعا، لانه خدي بالك قصه الكورونا كمان بالنسبه الغيابات اللي بسبب الكورونا، يعني ونتمنى الشفاء والسلامه للجميع، مؤثرة وبالذات في صفوف نادي الزمالك. صحيح احنا خسرنا ديانج، وديانج لعيب من عيار التقيل، لكن عندنا في نص الملعب لاعبين يعني اعتقد مستواهم لا يقل باي شكل من الاشكال على عن ديانج، بنتكلم على حمدي فتحي والسوليه، وان شاء الله باذن الله الاثنين دي متفاهم بيلعبوا كره حلوه، اعتقد هيكون ليهم دور كبير جدا جدا النهارده. بس يا احمد هو ممكن تكون الغيابات برضو في وجهه نظري هي مؤثره بالنسبه لنا على الدكه، يعني انت كان عندك برضو وليد سليمان تغييره ذهبيه، في اي وقت بتحتاجه بينزل بيغير شكل الملعب، يقدر يغير من نتيجه المباراه، انت بتبقى ووليد نازل الملعب بتبقى مطمن. فكره ان حمدي فتحي بيبقى قاعد، وفي اي وقت لو ديانج لا قدر الله حصل اي حاجه ديانج يطلع حمدي فتحي ينزل، ده برده شويه قلقنا، ولكن خلاص ده عدى، ده كلام عدى. طيب خليني اقول لك بس انه ماتشات الاهلي والزمالك ياما 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 ظهر فيها نجوم، اسماء ما كانتش مستنيه منها طبعًا الجماهير بتبقى حاجه، مولد نجم، وكانت بتبقى الحقيقه فرصه للنجوم ان هم يظهروا بشكل كبير ويكونوا هم عنصر الحسم. وممكن الاسماء اللي انت تكوني شايفاها بعيده شويه او مش ممكن تبقى مؤثره تكون هي نجم المباراه، ده ينطبق على كل نجوم الانديه الاهلي اللي على الدكه، وان شاء الله باذن الله قد المسؤوليه. كلام كتير كمان عن التحكيم وعلى تغيير طبعا رضوان جيد، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.